بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، موعدكم مع فيديو جديد على قناتكم حسن خطب بالشيخ بطل مع سعيد سليمان. إيه رأيكم النهارده نتعلم حاجة جديدة وبسيطة جدا ومفيدة لحضراتكم، ممكن تطبقها في البيت، في كتابة لوحة لابنك، أو كتابة أي شيء عايز تنفذه بخط عريض في البيت. بص يا جماعة، الألمين الرصاص، كتابة بألمين الرصاص. الألمين الرصاص سهلة وبسيطة وممكن أي حد ينفذها إن شاء الله بإذن الله. بص يا جماعة، أدي الألمين الرصاص بظبطهم كده بحيث يبقوا شكل القلم عريض. بصوا، بعمل خطين كده أهومد، هقرب هنا عشان تظهر كده، خطين كده، ده المقاس بتاع الألمين عشان يبقى ثابت مع الإيه الحروف كلها. بص يا جماعه، في قلم سنه اطول من سن القلم التاني بميل كده، شوفوا شكله عامل ازاي. سنه البيض المسطره، بصوا المسطره هتلاقيها مايله بالشكل ده، ماشي. هنكتب مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بصوا يا جماعه، اكتب خط اهي، طبعا لوحة الورق هتفرق عن كتابة الايه اهي كده، انا شايفها مفيش مشاكل فيها. هنطبقها كده، لله ممكن كده، رب العالمين الف كده، ممكن اهي اهي العالمين اهي بالشكل ده. هنمسك قلم ون ايه ون ونحدد الحروف من بره كده، بص كده اهي بالشكل ده. انا ماشي على الايه الخصوص اهوت اهي اهي بالشكل ده اهيت شكل الحمد لله لله اهيت عشان انا بعملها بشكل بسيط جدا مبسط، بحيث ان انت عادي جدا ممكن اجربه في البيت مره واثنين وثلاثه، بحيث برضو ان ايه اهيت بالشكل ده. رب، بصوا يا جماعه كده، رب باهت العالمين باهت كده يا جماعة اهي طبعا ممكن ان تملاها بقلم حبر عادي او قلم ازرق في مصر عادي، ماشي، او كده، او ممكن تلون اي الوان تخطر على بالك بأي شكل جمال اللي انت عاوزه، تعمل لها ظل، تعمل لها منظور، تخانة، رفيع، اي اللي انت عاوزه، ماشي. الحمد لله رب العالمين. طبعا شوفي بسيطة وفي نفس الوقت، ماشي، عملية جدا، عملية جدا. ممكن اعمل دي كده اهي، بص بسرعة كده اهي، اظلل من ناحية واحدة بس، شوف بقى شكلها هيبقى جميل ازاي. اهي اهي، شوف يا جماعة،
خد بالكم ممكن اعمل لها اي حاجه تخطر ببالي، مفيش مشكله فيها عادي. طبعا بحترس وانا بشتغل بحيث برضو ان ايه ما ايديا ما تبهدلش. ممكن يا جماعه بصوا، لو ممكن كده ممكن تعمل ظل بالمقلوب من الشمال لليمين، دي الطريقه اللي بتبعها في الملو الرخام، وجميله جدا على فكره، ودي عمليه جدا بحيث ان انت ايدك بعيد عن الكلمه نفسها خالص، عشان مش عامل زي، بس طبعا ده عاوز دقه، عاوز ايه تركيز في الايه وانا بشتغل بالشكل ده بقى. الحمد لله رب العالمين. بص يا جماعه، لو حتى في مش عارفه اكتب خط عربي يرقع زي ده كده مثلا، بص انا ممكن اعمل سطرين زي ما انا عامل سطرين كده اهمت ورا بعض او متوازيين كده ماشي، والسطرين دول لي امسك القلم الرصاص اكتب عليهم حروف واركبهم، بدي القاعده بتاعت الكتابه واكتب ايه مثلا نفرض هنكتب ايه، هنكتب الله اكبر مثلا. بص يا جماعه برضه كده بعمل مقاس للشلال، الله بص كده الله كده. وعلى فكره الخط النسخ الشفت ده جميل جدا، كنا بنشتغل بيه في الجيش كده. الله اكبر بس يا جماعه، اروح اعمل كده ومدي زي ما انا عايز بقى، اعمل حرف كبير حرف صغير واعمل زي ما انا عايز مش يا جماعه اهي. واروح برضو الله افرض هنعمله بيه باحمر، اعمله باحمر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، بص كده اهي شفته، شفت ده اهي، بص كده القاعدة بتاعته اهي يا جماعة، القاعدة دي انا مش هلبس اهي دي كده، شفت دي القاعدة ديت تخامة الخطة دي زي ما انا عايز، ممكن ادخنه اقول 5 سنتي تخانة، بص كده. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ فكرة روعة وبسيطة جدا، وممكن تنفذها، تكتب اسم ابنك أو تعمل له لوحة، متلاقيش واحد خطاط مستغل زي الخطاطين الموجودين في السوق اللي من دولي ماشي، يقول لك اللوحة ب5 6 جنيه، مستغلين الخطاطين دول مجرمين. وإيه رأيكم؟ بس كده هي بصوا ماشي يا جماعة، اخواتي الخطاطين يسامحوني بقى عشان ايه بقطع عليهم كده، نخلي الزبائن يشتغلوا بنفسهم. الهمزة اللي ممكن نعملها برسم القلم كده عرض كده ماشي، بص املى فيها زي ما انا عايز بقى، الون فيها يمين شمال الشكل اللي انا عايزه، اعمل لها ظل ولنفرض مثلا بلون تاني زي ده كده مثلا، بس كده اعمل فرق بينهم وبين بعضها كده سنة اهي، عشان بشكل جمالي كده او هنا كده ماشي. شباب ممكن يا جماعة اعمل فيها اللي انا عاوزه بقى، طبعا انا بشتغل زي ما انت بتشتغل، زي ما انت بتشتغل بحاول، احاول مرة واثنين وثلاثة شغلنا إن أنا أرضي ابني وأفرحه، ده يستحق شيء، يستحق المحاولة يا جماعة. كمان في حاجة، إن أنت لما بتعرف حاجة زي كده بتفرح ابنك وفي نفس الوقت بتوفر يعني. ممكن نعمل اللي هي كشكل جمالي كده عشان يعجبكم، بصوا زي هم متحركة كده يعني. أنا بص
شغل دماغي، شغل دماغي زي ما انا عايز، وفي نفس الوقت افرح ابني او بنتي وافرح الشعب المصري كله ان شاء الله. يا جماعة شوف شكلها جميل والله. ماشي، طبعا ان عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تشرفونا يا جماعة تشاركوا القناة وأعرف رأيكم في محتوى القناة، وإن شاء الله بإذن الله معا على قناتكم حسن خطر بالشباطة هنقدم فيديوهات جديدة ومفيدة للجميع بإذن الله. تقبلوا تحياتي. سعيد سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.